شيخ عثمان الأمير عايزك بسرعة. لقد حان الوقت. بصراحة أنا مش فاهم حاجة. إزاي عمر هيلعب ملاكمة وشطرنج في نفس الوقت؟ أبايعك على الطاعة وأن أسلم لك النظر في أمر نفسي وأمور المسلمين. هم 11 جولة، 6 شطرنج و5 ملاكمة. بس لما هنلعب ملاكمة لما الضربة تيجي في الراس مش هيبقى فينا دماغ نلعب شطرنج. أصيبوا 16 مواطنا في تفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر إرهابية بإحدى محطات مترو الأنفاق. بارك الله فيك يا شيخ عثمان. حضرتك هو صوت مكتوم كده شوية بس مش عارف ده من إيه. فين العمارة دي بالظبط يا حاج؟ هتسمع عن الظافر. الظافر بإذن الله. محدش يلمس حاجة. في حد من العيال دي شفتها النهاردة؟ الراجل ده كان هنا من شوية ودخل الطوارئ. اخلص طلع البطاقة. حاضر يا باشا، ثانية واحدة بس. الشيخ معتز، في مشكلة حصلت. العميد شريف زيدان، أمن وطني. أهلا وسهلا شيف بيه، اتفضل. اشتغلت في قضايا ارهاب قبل كده يا عمر بيه؟ لا يا فندم. مالك صاحبنا اتعور يا باشا، فجرينا بيه على المستشفى، وانا لما شفتك خفت فجريت. انا مهتم اعرف الموضوع هيخلص على ايه. اكتب لي تليفونك هنا. ايه شريف بيه؟ ايه يا عمر، احنا حددنا مكان العيال، قاعدين على قهوه في وسط البلد. العيال سحبوا رموا موبايلاتهم في الزباله. في حد هنا عايز اعرفك عليه. مين يا شيخ؟ المهندس اللي ينفذ لنا الصواريخ. بعد اذنك يا فندم، احنا محتاجين ناخد الكاميرات دي. وش الباشمهندس زياد اللي هيصنع لنا الصواريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ معتصم. عرفوا مكانهم؟ العيال هنا في محيط القسم. نعم، اطبعوا على الصور دي وتتوزع على كل الضباط والعساكر يبصوا حوالين القسم. تمام، انا هاخد اداره المفركعات واحصلك. ماشي. وفي ما تخافش، احنا مش هنسيبك. اثبت يالا، اثبت يالا. ما قدمناش غير 40 ثانيه يا فندم. تفجير ما تمش. فؤاد جرى له حاجه؟ الشابين اللي كانوا معاه اتقبض عليهم، بس ما تقلقش فؤاد الحمد لله كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. فؤاد حصل له حاجه يا شيخ؟ طمني يا مرو، فؤاد بخير؟ طلب بخير قبل ما تنام. طلع الزباله بره. يلا تصبح على خير يا روح. ازيك يا خالي؟ أنا كويس طول ما أنت كويس يا ابن أختي. أنت جالك ترشيح للأمن الوطني من شريف بيه وتوافق عليك. وخلاص يا عم هتتنقل هناك. يلا. يلا عشان توصلوا بالسلامة وخالد يجي معاك عشان الكماية. يلا استودعكم الله. نعم بالله. أيوه بس الكمية دي والعدد ده بتاع جيش. أيوه. ما هو عشان يبقى جيش قصاد جيش. إن الغرض عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية نرهبهم ونضعفهم، والحاجة التانية نحرجهم قصاد العالم كله. على فين يا باشا إن شاء الله؟ الأمن الوطني. حاضر يا باشا.